بتسمع مين يا دكتور احمد دلوقتي؟ مين انت بتسمع مين من سواء من القراء او من المقرئين؟ القراء القدامى كله. القدامى الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ رفعت، الشيخ عبد الفتاح الشعشعري، الشيخ عبد الباسط المنشاوي، البهتيمي، عبد العظيم زاهر. ومين من المطربين دكتور احمد بيسمعهم؟ يعني كنت ام كلثوم ده نمره واحد. ام كلثوم عبد الوهاب الاثنين.